بعتولنا رسايلكم واستغاثاتكم واحتياجاتكم على صفحة قناة صدى البلد أو على صفحة برنامج تفاصيل باسم نهال طايل أو على الاس ام اس، وإن شاء الله ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم. نزلتوا الصفحة شباب، أرجوكم ننزل الصفحة على صفحة قناة صدى البلد أو على صفحة برنامج تفاصيل اللي باسم نهال طايل أو على رسالة على الاس ام اس، إن شاء الله ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم. هنسيب حكاية ريناد واللي إن شاء الله بإذن الله ربنا يتولاها ويحافظ عليها، لأنها بنت تستاهل كل خير هي والدتها. هندخل في حكايتنا إحنا، كل واحد فينا له حكاية، حكاية بتخصه، حكاية نفس حلم نفسه يحققه، أمنية نفسه ينفذها، مشروع نفسه يعمله، بلاها كل ده. ست تطمن على بناتها وتجوزهم، وتطمن عليها هي وجوزها بجوازات محترمة وحلوة، بناتهم ما يشقوش. نطمن على ابننا بزوجة صالحة تصونه وتحافظ عليه ما تطمعش فيه وتبهدله وتجريه بعد كده في المحاكم. حقنا نطمع في مناصب اجتماعية وحياة كويسة، ربنا أصلا شرع لنا ده وهو حق مشروع، مش دي كلها حكايات؟ حكاية حد مريض في بيوتنا ونتمنى له الشفاء، طب ايه بقى الحكايه دي؟ ليها طريق؟ ايوه ليها طريق. علشان كده منورني ومشرفني الشيخ ابراهيم الدسوقي، احد علماء الازهر الشريف والمتحدث باسم مؤسسه فعل الخير، منورني. يا اهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وانتم بخير وان شاء الله طيب. بدايه طيبه وقناه محترمه. الحمد لله. وبرنامج رائع. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مولانا دي حكايتنا. كل بيت بيشوفني فيه الحكاية دي، هندق البيبان وندخل. كم أب وأم نفسهم يطمنوا على أولادهم؟ كم مريض في بيوتنا نفسنا نطمن عليه؟ هل الصدقة دور اللي يطمن قلوبنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الكريم الذي يحب كل كريم، وأشهد أن لا إله إلا الله، نادى على عباده قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي كان كريما، وكان في إنفاقه كالريح المرسلة، علم أصحابه كيف ينفقون وكيف يتصدقون وكيف لا يبخلون، وعلمهم أيضا وقال: الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. وحذرهم من البخل وكنز المال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل قريب من النار، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة. الله حبيبي يا سيدي. فالتصدق والإنفاق، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة متكئا يجعله الإنسان لنفسه، فإن وقع وجد الصدقة يتكئ عليها. الصدقة يربيها الله تعالى لصاحبها حتى تكون مثل جبل أحد. الصدقة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، ولبس فأبلى، وتصدق فأبقى. الله عليك يا مولانا. لو هسأل حضرتك سؤال صريح، عندي ولادي ومتجمعين وموجودين وعايزة ربنا يوفقهم ويطرد الفتنة بينهم، فتيجي دايما أم أو أب حريص إن هو دايما يتصدق عن عياله، عن تجارته، عن صحته، يجي حد يقول لك أنت بتزايد على ربنا، تتقال ربنا مش محتاج ده، نقول له إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي طلب ذلك. الله. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة وابتلانا فيها بأشياء وأمرنا فيها بأمور. الابتلاء شيمة الناس الصالحين. عشان تخرج من هذا الابتلاء أيا كان نوع الابتلاء، سواء كان مرض أو سواء كان عقوق ولد أو كان سواء كان عن تأخر بنت في سن الزواج أو كان على
انت محتار تختار لابنك زوجة وخايف لتيجي زوجة تعمل فيه كذا وكذا 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 وكذا. انت مالكش الا باب واحد وهو باب الله سبحانه وتعالى. انفق انفق عليك. الله. انفق انفق عليك. عاوز ربنا سبحانه وتعالى يدي لك عطاء، يدي لك محبة، يدي لك قبول، يوجه لك تيسير في كل امورك، تصدق، لأن الله تعالى أمر عباده قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. وكلمة بسيطة عن هذا الأمر: الجنة لا نصب فيها ولا وسط، لا هم فيها ولا كرب، لا غم فيها ولا ألم. طب انت عاوز تخش الجنة بإيه؟ باللي قاله ربنا: الذين ينفقون في السراء والضراء فما للجنة طريق قبل الإنفاق. ربنا يدخلنا الجنة يا رب ويكتبها لنا. عارفة ان المشايخ دي حاجة مهمة جدا، العلم والتفقه في الدين حاجة كبيرة جدا، بس احنا كمان كبسطاء عارفين ده. لما واحد بيعمل حادثة موت وينجيه ربنا بنقول ايه؟ ده ربنا نجاه، والله ابوه ما بيبطل يعمل خير. ايوه بنقول كده. لما واحد بيمشوه من الشغل وتلاقيه في حته تانية بعدها على طول، يجي الناس يقول لك ده شاطر قوي، يقول لك لا يا سيدي ده مامته ده عياله وعلى طول بتعمل له خير. اه بنقول كده. تعالوا نطلع نعمل خير مع بعض ونتفائل بالدنيا ونساعد غيرنا، لان ده منهج ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم مره تانية. ابقوا معانا. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تتحرك. الله أكبر الله أكبر، ما أعظم هذا الدين. شربة ماء تدخل الجنة. أقل شيء في إيديك ما كنا شايفين، بقول لهم ما نشرب، واد احنا بنغسل وبنشرب وكل حاجة، واستر علي وفشل الولد يا رب. لسه الدنيا فيها عيون يا ست عزاء. قال يا رب يخليك ويحفظ عليك ربنا، بلاتي رينا رينك الناس ويبارك فيك ربنا، ويكون حسناتك كتيره يا رب وتعمل الناس كلها. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في يقول: من شري بئر رومه وله الجنه. مين اللي يسقي الناس دي؟ يسقي الناس المحتاجه الفقراء وله الجنه. مش كفايه فكره صغيره بتتغير حاجات كتير، شجع غيرك هيك. يقوم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول: أنا يا رسول الله وبهذا يشتري الجنة. ما تعودناش في الخير نفاصل ولا بنساعد باللي فاضل. خليه وفاشر المرض يا رب، وجعلها مدين حسنات للناس كلها الغرابة يا رب. وبنغسل وما كانش فوق مية ولا فيش حاجة. محدى اللي في ايدنا يومين ورايح. شكرا يا ست عزار، يا رب يخليك وجعلك مدين حسنات للناس كلها، وفك شر المرض وفك شر المخب، يجعلك مدينات حسنات للناس كلها يا رب، يخليك ويبارك فيك وربنا يخليك وتعمل الناس كلها. ما كناش لاقيين البقر لما نشرب. عمر الخير مكان بينقص حد حاجه وياخد منه ولا قلل شيء في يوم. من سقى مسلما، من حفر بئرا كان له الجنه، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. النهاردة الحجة هزار ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليها بالحلال جزاء ما فعلت وما قدمت لهؤلاء المحتاجين من بناء وحفر هذا البئر لكي يسقى منه الناس ويشربون. تتغير حاجات كتير، شجع غيرك هيكتر خيرك، يملى الدنيا نور ويجيلك، واللي النهاردة قدمته راجع بكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين. التصدق بشربة ماء نعمة الصدقة. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك. يمكن مش ده التعامل الأول ولا اللقاء بيني وبين فاعل خير. في الحقيقة كنت دايما بقصد بابهم في
في حاجات كتير بحتاجها كانوا بيبقوا يدلعوا معايا وبينفذوها معايا ما بيبخلوش علي ابدا. ان شاء الله هنكمل مسيرتنا سوا ولا خلاص؟ لا لا ان شاء الله على طول. أيوة بإذن الله. ده مركز الواسطة في بني سويف محتاجين فيه 30 بير. الدنيا بتبقى حر جدا وماشيين كل واحد فينا لما في ازازة مية في ايده لما او ما بندخل بيوتنا بنجري على المية. طب دول بقى دول هنسيبهم كده؟ هل ده دورنا في الإنسانية؟ هل دي بلادنا؟ مولانا حضرتك محتاجين هنا كام بير؟ 30 بير زي ما قلت صح؟ محافظة بني سويف من المحافظات الفقيرة جدا مائيا وخاصة البلاد والعزب اللي هي بعيدة عن المحافظة. احنا عملنا هناك 30 بير ومحتاجين هناك 30 بير تاني. بنوه قدام حضرتك اقول ان وصله المياه عداد المياه ب 3000 جنيه وده مش ثمنه ده هو ب 7000 جنيه واحنا عاملين بروتوكول مع شركه المياه فبتنزله من 7000 الى 3000 جنيه. الدوله المصريه بتساهم طبعا. الدوله المصريه بتساهم عملته من 7000 جنيه الى 3000 جنيه ده عداد المياه. البير 30000 جنيه. البير يعني صلاحيته الى ابد الابدين. الله. بس البير كمان بيسقي من 3 الى 4000 انسان. ماشي. البير السقف صدقته لغير القادر 5000 جنيه. البير 30000 وصله الميه 3000 جنيه. محتاجين في الواسطه في بني سويف 30 بير. ليه فاعل خير بتهتم جدا بسقي الماء؟ أصل سقي الماء ده يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا مفيش مية مفيش حياة. كمان سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فالصحابي مش عاوز صدقة ونخلص. الصحابي عاوز أفضل صدقة يهديها لأمه. فقال يا رسول الله ما هي أفضل الصدقة؟ قال الماء. قال الماء أفضل الصدقة. فإذا كانت ذنوبك كثيرة فعليك بالماء، وإذا كان مرضك حار فيه الأطباء فعليك بالماء. والله أنا لي صديق عمدة في إحدى قرى المنوفية بيقول لي الأسبوع اللي فات ده بيقول لي أنا ليه. هو على فكرة الابن اللي أنا هتكلم عليه ده أصبح الآن طبيب صيدلي ما شاء الله تبارك طبيب صيدلي. قال لو خرج من أوضة النوم إلى الصالة يجي له التهاب رئوي، لو طلع لحد الشارع يجي ينام أسبوع. والأطباء قالوا إحنا مش عارفين إيه الحكاية بتاعت الراجل ده. فخطر على باله وهو بيبكي هو وأمه أم الطبيب ده دلوقتي. فقالوا ما تيجوا نعمل حاجة لربنا، يمكن ربنا سبحانه وتعالى بدل بقى إحنا الأطباء سدوها علينا السدة دي. فقال يا رب أنا كل يوم واحد رمضان هذبح خروف بنية إن ابني ده ربنا سبحانه وتعالى يشفيه. ما فاتش سنة ما فاتش سنة هو يدوبك ذبح الخروف والولد بقى كويس وهب بقى تمام في المدرسة. يلا الثانوية يلا الكلية يلا طبيب صيدلي ما شاء الله تبارك. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه. وأخوه التاني بقى طبيب صيدلي والراجل يقول لي والله ما فتح الله علي إلا بالصدقة. ده في واحد يا مولانا يجي يبقى مال قليل في إيده شوي يعني الدنيا ضاقت حبتين يجي يقول لك يلا نذبح مثلا عيد داخل علينا. يقولك لا مش ذابح، أنا معيش خالص اليومين دول، انا بعتذر ليك وانا مش هذبح السنه دي. او تعال اعمل معانا حاجه بنعمل صدقه. لا مش هعمل، انا معيش فلوس. تقول له ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام اللي هيقول له تعال يا حبيبي. شوف ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه. ما نقص مال من صدقه، ما نقص مال من صدقه. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام هو انت ليه بتسد على نفسك ابواب الخير؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال الصدقه تطفئ غضب الرب، الصدقة تنير القبر، الصدقة يربيها الله لأحدكم حتى تكون مثل جبل أحد، الصدقة يشفي الله بها المرض.
انت بس عمال تقول يشفي الله بها المرض. يعني انا لو عندي مرض اتني نايم في البيت وبعد كده اتصدق عشان ربنا يشفيني. الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلق الله داء الا وجعل له دواء. عليه افضل الصلاه والسلام. فتداووا عباد الله. انا اروح للطبيب، اروح للدكتور، واعلم تماما ان الله هو الشافي. كما ان انت بتروح للطبيب وبتنفق على العيادة 1000 جنيه، حط ربنا سبحانه وتعالى، يا راجل مش 1000 جنيه حطهم، خلهم 500 جنيه، بس عندك يقين في الله سبحانه وتعالى ان الله هو اللي هيشفي المرض ده. طب انا جبت الكلام ده منين؟ جاء رجل لعبد الله بن المبارك، سيدنا عبد الله بن المبارك، وهو من هو في الزهد وفي التقوى، فقال له: يا امام، بي قرحة في قدمي منذ 7 سنوات، عندي قرحة بقالها 7 سنوات. استناني والنبي قبل ما تحكي حكاية سيدنا عبد الله بن المبارك، تعالوا نطلع نشوف تقريرنا التاني ونرجع ليكم مرة تانية، ابقوا معنا. إذا كانت الصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ نار جهنم. عايزين بيروا مية نشرب منه، رجلي وجعان وبطلانة، وبروح أشيل الصفيحة على راسي عمل ما أجيب شوية مية العيال يشرب. عايزين بيروا مية هنا نشرب منه، يعني الخير يا أهل السواق. المية حلوة ثواب عند ربنا، بشيل مية بنزل في السكة مرتين وأنا ماشية كده على راسي الصفية. محتاجين المية خالص، وأنا داري واجعني ورجلي انشحت اللي من لنا مية من آخر الدنيا. والمنطقة دي ما فيهاش مية خالص. محتاجين المي، اهم حاجه المي اللي يصلح حالكم يا رب، وينول لكم طريقكم، تفكم شر الضعف شر المرض يا رب، يا رب يبارك له. جيب له مي من اخر الدنيا، واحنا عايزين المي هنا في المنطقه، يجعلكم اهل الخير على طول يا رب، يبارك لكم يبارك فيكم ويريحكم زي ما هتريحون، يبارك فيكم ويرويكم من ويرويكم يا رب بالخير يا رب، يخليكم يا رب. عايزين المي، احنا عايزين الماء والله. انا وعندي اولادي عندهم املاح وصديد من ميه الطرمبه، وعامله له كشف لهم الثلاثه وعلاج غالي وعشان المي، وبخاف اسيبهم واروح اخر الدنيا عشان املى مي. والصدقات يقف المتصدق في ظلها يوم القيامه حتى يقضى بين الخلائق. واحنا عايزين من سيادتكم بير هنا لو سمحتوا، يعني عايزين بير هنا ماشي، ولو اذا سمحتوا يعني، عشان الناس هنا عيانه وكتر المرض هنا في جرة الميه بتاع الطرمبات اللي احنا بنشربها. المكان ده يا جماعه ما فيش ميه خالص، واحنا بنمشي بالاكيال عشان نجيب الميه، واحنا محتاجين ان انتوا تساعدونا وتعملوا لنا بير ميه، عشان هنا ما فيش ميه خالص، والناس جالها فشل كلوي بسبب ميه الطرمبه، والناس هنا تعبانه خالص، واحنا مش قادرين اساسا ان احنا نلج طرمبات، واحنا تعبانين بصراحه يا جماعه، وانتوا لو ساعدتونا وبالكم القدر والصبر عند الله. يا اهل الخير احنا عايزين برينات، الناس تعبت من الميه دي وجالها صديد وماء، يا ريت بس تدقوا لنا برينات. والميه متعبانه، اللي عنده مريض كلى مريض بالسكر، الميه بتتعبه. والصدقات ولو كانت بشق تمره يربيها الله لأحدكم حتى تكون مثل جبل أحد. ما أعظم عطاء الله عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الصدقة، قال: الماء. نرجع بقى نحكي ونكمل قصة سيدنا عبد الله بن المبارك. سيدنا عبد الله بن المبارك جاله الراجل اللي هو جاله ده كان عنده مرض في قدمه بقاله 7 سنين، يسيل قيحا ودما وصديدا، انفق عليه مئات الدراهم ومئات الجنيهات والاف الجنيهات عشان يخف، مفيش. فقال له سيدنا عبد الله بن المبارك: ابحث عن ناس يحتاجون الى بئر ماء، فاحفر لهم بئرا لعل الله تعالى يجري الماء في البئر فيشرب الناس ويدعون لك، ويجري الله الشفاء عليك. وفعلا الراجل بحث عن ناس، عمل لهم بير مية وعمل لهم مية هناك عشان يشربوا، مجرد ان الناس شربت ودعوا له الله سبحانه وتعالى شفى هذا المريض. بكام؟ ب30,000. 30,000 جنيه بير مية، 3,000 جنيه وصلت مية، 5,000 جنيه
سقف. طيب أنا دلوقتي حد بيشوفنا أنا وحضرتك وليه أم مريضة أو أب مريض أو أي غالي مريض في حياتنا، ابن، زوجة، زوج، أب، أم، وعايز أعمل له حاجة، عايز أساعده، تعبت دخول مستشفيات وفلوس وفواتير أطباء وعنايات مركزة، أقدر أساعده في البير ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. طيب المرض أبويا بقى وأمي وابني وزوجتي وأخويا، قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. يا أيها المشاهد الكريم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يحدثك. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، الرسول عليه الصلاة والسلام يداوي مرض النفوس ومرض الأجسام. داووا مرضاكم بالصدقة. لا أقول لك جرب مع الله، أنا مش هقول لك جرب مع ربنا، ولكن يكون على يقين من كلام نبيك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تصدق وانتظر وانظر ماذا يجري الله عليك من العطايا. طيب اليومين دول يومين التحضيرات بقى والحج، كده الناس رحت حج زور بيت ربنا، هل ممكن يبقى بديله صدقة؟ يعني لكل مشتاق أو لكل واحد محتاج قوي، يعني ساعات الواحد بيبقى محتاج الزيارة لربنا سبحانه وتعالى دي قوي، بيت ربنا الكريم. خلينا أقول بس على الحج: اللهم ارفع الكرب عن الأمة يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم ارفع الكرب عن الأمة يا رب العالمين، ونق مصر من هذا البلاء والوباء يا رب العالمين. ونحن في هذا العام كالعام الماضي حرمنا من زيارة الكعبة المشرفة، ونحن نبكي هنا ونقول: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيا اكتموا يوم الرحيل فؤادي، وأحرقتم قلبي على جمر اللظى، يا ساكنين المنحنى والوادي، بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائحا أو غادي، فليبلغ المختار ألف ألف تحية من عاشق مفتت الأكباد. ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا الثياب البيض إشارات الرضا، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. رغم هذه القسوة في مشاعر المؤمن والبعد عن الحرمين الشريفين، اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك يا رب العالمين. أقول: لا تحزنوا، ولكن جعل الله لكم البدائل هنا، فإذا حرمتم من الطواف حول الكعبة فقد جعل الله لكم بيوت الأرامل والمحتاجين وبيوت العطاشة، فطوفوا حولها وقدموا إليهم الماء، لعل الله تعالى يسقيكم من روض النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن النبي قال: من سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. انت كنت بتروح تعمل عمرة بتكلفك 30,000 جنيه، فما تحرمش نفسك من الأجر، واعمل لنفسك صدقة جارية ثوابها أكثر من العمرة، وهو حفر البئر. انت كنت بتروح تعمل عمرة تذكر الله كثيرا ويعطيك الله أجرا كثيرا، وتطوف وتسعى بين الصفا والمروة فيعطيك الله أجرا كثيرا ويغفر ذنبك، ويغفر ذنبك، وتعود من هناك كيوم ولدتك أمك. تريد أن يغفر ذنبك وتخرج من خطاياك كما ولدتك أمك، عليك بسقي الماء، عليك بسقي الماء. طيب لو هنتكلم يا مولانا للمشاهد، تعال نعمل تجربة أنا وإنت عمليا كده. ناس بتشوفنا، أرقام التليفونات نازلة على الشاشة، بيبقى التواصل إزاي؟ بتطمنوهم إزاي؟ حضرتك عندنا 3 أرقام للمؤسسة: مؤسسة فعل خير، مؤسسة مشهرة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولنا باع طويل من مئات الوصلات وآلاف. أنا أشهد عليه والله، من عمل الخير أنا أشهد والله. يعني أنا بصراحة
شيء قوي جدا في مؤسسة فعل الخير. وبعدين احنا بنعمل البير للي بيتبرع بيه وبناخده في عربية خاصة. أيوة. وبيروح يشوف صدقته بنفسه. الله عليكم. بيروح يشوف صدقته بنفسه. أيوة. والله ست منيرة ربنا سبحانه وتعالى يجعل لها الشفاء لأنها مريضة قدمين، الله سبحانه وتعالى يشفيها رب العالمين. خدت على نفسها يوم كامل وسافرت مطروح وقالت لي أنا عاوز أفرح. الله. ما كانتش مصدقة ونحن نقطع مئات الكيلومترات ودخلنا في قلب الصحراء، احنا رايحين فين يا مولانا؟ قلت لها احنا رايحين عند صدقتك، هنا في ناس عايشة. قلت لها هتشوفي. راحت شافت التجمع، شافت المية بتاعتها، شافت البير بتاعها، وأشهدت الله سبحانه وتعالى أنها قد تصدقت ونحن قد أوفينا. طيب سكوك الأضاحي بقى الأسعارها إيه؟ احنا عندنا صك الأضاحي 3700 جنيه، يأخذ صاحب هذا الصك 10 كيلو لحم صافي. ده لحم جاموس بلدي. من اللي احنا بناكل منه. من لحم جاموس بلدي. ايوه. عندنا صك تاني ب 200 جنيه اللي هو واحد عاوز يتصدق عشان يطعم الناس في ايام الخير دي، احنا عاملين له صك مخصوص ب 200 جنيه. والباقي يتوزع على الفقراء والمساكين. والباقي بيتوزع على الفقراء والمساكين. عندنا كمان خروف. خروف خالي من العيوب. شرعي. يقوم عليه عضو لجنة فتوى ويشهد الذبح، عضو لجنة فتوى وكبير أئمة ومدير عام بالوزارة سابقا، يشهد الله سبحانه وتعالى أنها ستكون صدقة جارية. خروف ده ب 3700، لكن لو واحد جالي وبيقول لي أنا عاوز أتصدق لوحدي بحاجة كويسة، أقول له عندنا ذبيحة بلدي أزيد من 350 كيلو وتمنها 25,000 جنيه. عايز حضرتك تقول سعر الوصلة وسعر السقف وسعر البير تاني بسرعة أرجوك. وصلة المية وعداد المية 3000 جنيه، سقف 5000 جنيه، بير المية 30,000 جنيه، صكوك الأضحية تبدأ من 3700 جنيه إلى 200 جنيه. ربنا يفتح عليكم ويا رب دايما فاعلين خير في مؤسسة فعل خير. كده أكون وصلت لنهاية حلقتي النهاردة. يا رب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم ودقيت البيبان بلطف وبذوق وبحاجة حقيقية موجودة جوه كل حياتنا. مواعيد برنامجنا على قناة صدى البلد 2 كل يوم حد وأربع الساعة 8:30، كل يوم حد وأربع الساعة 8:30. هأكد عليكم تاني إن الإعادة يا أساتذة، قولوا الإعادة الساعة كام؟ الإعادة إن شاء الساعة 11 صباحا إن شاء الله. هسيب ده كله وأكد عليكم تاني، بعتولي رسائلكم واحتياجاتكم واستغاثاتكم على صفحات صدى البلد على الفيسبوك أو على صفحتي أنا باسم نهال طويل في برنامج تفاصيل أو على الاس ام اس. انتظروني يوم الحد الجاي، معرفش هروح فين ولا مين اللي هيحكي حكايته، بس الأكيد هتكون حكاية شبهنا بتدور جوانا وبندور حواليها. كانت معكم نهال طيل في أمان الله.